تخيلوا نصف حالات الخرف في العالم يمكن منعها أو تأخيرها. أحدث الدراسات تكشف ذلك. دراسة نشرت في مجلة لانسيت شارك فيها 20 من كبار خبراء الخرف في العالم، ووجدوا أن هنالك 14 من العوامل الخطيرة التي تسهم في تطور المرض، تبدأ من مرحلة الطفولة وتستمر حتى مرحلة البلوغ، تشمل الخمول والتدخين والسمنة والاكتئاب، وكذلك قلة الاتصال الاجتماعي وحتى مستوى التعليم وغيرها 7 عوامل أخرى. وأوضح العلماء أن معالجة هذه الأشياء طبعا بشكل مباشر لا يعتقد أنها تمنع التدهور المعرفي، ولكنها تقلل المخاطر وتساعد على تقصير المدة الزمنية التي يقضيها الشخص في المعاناة من أعراض الخرف. وأوصوا بأنماط الحياة الصحية كممارسة الرياضة بانتظام، عدم التدخين، النشاط المعرفي في منتصف العمر، وكذلك التعليم الرسمي خارج المنزل.